احد فرقها الجيده كمونبوليي، غادر الدوري البرتغالي، حط الرحال بنافال سبورتينغ براغا. يعني طبيعة الحال هو حاليا كيلعب باسبانيا رفقه نادي مالاغا، وباصم معه على مواسم جيده، ونحن نتابع حجي. يوسف حجي ممتاز، يوسف حجي خدا العماده وخدا المبادره في تسجيل هدف ثاني للمنتخب الوطني المغربي، هدف ثاني لاسود الاطلس. مصطفى او يوسف حجي شقيق مصطفى حجي يسير على نفس الدرب نفس الخطى. هنا تلقي التحايا واداء جميل من المنتخب الوطني المغربي في الجوله الثانيه، اداء ممتاز للعناصر الوطنيه، تحرات من كل الخطوط يعني من كل ضغوط، ومقدمه يعني مباراه جميله وجميله جدا. الان المنتخب الوطني المغربي يقدم عرض جميل وجميل جدا، وكيعطي هدف اللي هو هدف تقدم في النتيجه، وبالتالي ممتاز ممتاز يوسف حجي، ممتازين لاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي في الجوله الثانيه. الان تقدم، الان بدينا كنشاهدوا ذاك العنصر الترابط وال